مصر على العهد دائما شقيقة كبرى لكل العرب والداعم والمساند للجميع وقت الشدة والأزمات، فهذا هو قدرها ودورها. لم تتأخر مصر يوما عن قضايا العرب، وفي القلب منها القضية الفلسطينية. قدمت مصر وستقدم للأشقاء الفلسطينيين الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني وسط تكاتف سياسي وشعبي حول القيادة السياسية كعادة شعب مصر في الأوقات العصيبة.